ازاي يحط السماد قبل الري ولا بعد الري. دي معلومة كويسة جدا ويمكن هنطلع منها بالبرنامج وهعيدها مرة واتنين. عموما إضافة السماد يضاف قبل الري وليس بعد الري، لأن هي عملية كيميائية، تفاعل السماد مع المية هيدين العنصر اللازم للنبات. فأنا لو مش موجود المية وهضيفه بعد الري مش هيديني الكفاءة. حد مثال عشان يبقى واضح معايا، لو أنا ضفت السماد وليكن نطرات النشادر اللي هو بقول عليها اللي هو عايز يعرفها للقمح، وبعدين اديت ميه وبعد ورويت، ده نسبه الاستفاده من السماد 65%. بينما لو انا ضفت السماد بعد عمليه الري نسبه الاستفاده لا تتعدى 40%. ال 25% اللي انا حسبتهم في الفدان حسبهم على مساحه مصر، يبقى انا بهدر حاجات كثيره جدا. دي اللي هو يقصد يقول بقى انا اضيف نترات ولا اضيف يوريا، لا يفضل اضافه نترات النشادر لمحصول القمح. اللي هو عايز ياخد بقى معلومه زياده، هو يعمل جرعه تنشيطيه يقسم ال 70 وحده اللي محتاجهم محصول القمح عشان دول 20 ارداب، ده ما احنا حاسبينها كويس جدا. طيب يبقى هو بيسال عن الكميه. يعني هو بيقول انا بحط كذا وكذا وكذا وكذا، فهل الكميه دي صح ولا لا؟ ما انا اقول لحضرتك هو 70 وحده نيتروجين للفدان بالنسبه لمحصول القمح حتى الوصول للربحيه او العائد الاقتصادي المجدي اللي هو ال 20 ارداب. فال 70 وحده دول بالنسبه لليوريا بيمثلوا عندي بالظبط ثلاث شكاير يوريا، بيمثلوا نترات 4.5. فهو افضل يحط يوريا ولا نترات؟ يحط نترات، ويفضل يقسم دفعات النيتروجين على ثلاث مراحل. منهم جرعه تنشيطيه تمثل ثلث الكميه قبل الزراعه، وده عشان تديله نمو كويس وتديله انبات متساوي بالنسبه للحقل بتاعه.